نهاوند لو عندك سؤال. بصبح عليك صباح الخير، وعايزه بس اروح معاك. طبعا انا من الاهلاويه اللي متفقين جدا ان يعني انا عندي رضا رغم الخساره. احنا بنتكلم عن فريق يعني عنده الافضل في كل شيء، ولكن الاهلي ان شاء الله في يوم من الايام، لان هو الافضل ايضا، بنتكلم عن بطل افريقيا باذن الله كمان، يبقى مكتوب له ان هو يفوز بهذه البطوله يوما ما، واحنا واثقين في ده ان هو هيحصل. انا بس عايزه اروح معاك لنقطتين سرعه جدا. النقطه الاولى، كيف كانت الحاله النفسيه والاستعداد من قبل المباراة؟ هل كان هناك تخوف أم لا؟ الحاجة الثانية، عايزين نطمن على علي معلول منك، تفضل يا أمير. طيب، قبل المباراة ما كانش فيه تخوف، بالعكس كان فيه هدوء من لاعبي النادي الأهلي، كان فيه تركيز كبير، كان فيه إصرار إنك تحاول تكسب الماتش ده. وبالمناسبة أنا هوند خليني أقول لك إن كان في تفاؤل كمان كبير عند كل أفراد البعثة تقريبا وعند اللاعبين نفسهم. لما كنت بتكلم مع أي لاعب بيقول إن شاء الله هنكسب، ودي السمة الأساسية اللي بتبقى موجودة عند أي لاعب بيبقى لابس تيشيرت النادي الأهلي. أنت بتفكر بس في إنك عايز تكسب الماتش اللي أنت هتلعبه أيا كان، هتقابل مين، حتى لو بايرن ميونخ بطل أوروبا. لكن وارد جدا إنك تخسر مع فريق بيلعب في مستوى عالي زي ده، لكن المؤكد ان الكل كان عنده اصرار والكل كان عنده حافز قوي جدا للوصول لنهائي كاس العالم، لكن ما كانش فيه نصيب خالص في المباراه، فبالتالي البايرن هم اللي فازوا ووصلوا لنهائي كاس العالم. بنبارك لهم طبعا، فريق كبير جدا جدا. ان شاء الله الاهلي يعوض في المرات اللي جايه. هيفضل هدف اساسي عند الاهلي وجماهيره انه يوصل لنهائي كاس العالم وان هو ياخد بطوله كاس العالم. هتحصل باذن الله في يوم من الايام، لكن خليني اقول لكم ان كان الشيء الملفت جدا بعد المباراه هو تشجيع جماهير النادي الاهلي للاعبيه، وده مش غريب على جمهور النادي الاهلي. ايا كان انت الاهلي فاز او خسر، انت بتسنده، انت بتدعمه، بتفضل في ظهره. كان تشجيع رهيب جدا من الجماهير بعد الفوز، او عفوا بعد الهزيمه. كان ريت نفسنا نكسب امبارح، لكن بعد الهزيمه بالامس كان في تشجيع كبير جدا ومؤازره للاعبين، وكان في يعني تشجيع لبعض اللاعبين باساميهم، وكان شكل اكثر من رائع، يعني شكل احنا دايما متعودين عليه من جماهير النادي الاهلي في اي حته. طبعا دور الجمهور امبارح كان واضح جدا اكيد، وانتم بتتفرجوا على المباراه الكل كان اهلاوي امبارح في الملعب، والكل كان بيساند الفريق. لكن ان شاء الله الفريق كمان يكون من خلال مواجهه بالميرس يفوز ويرجع بالميداليه البرونزيه. فيما يتعلق بقى بعلي معلول، علي معلول اصابته في العضله الخلفيه شد، فبالتالي خلاص نسب لحقه بمباراه بالميرس صعبه جدا، يعني اكتر من 90% اكيد مش هيلعب هذه المباراه. احنا مستنيين طبعا التطورات على مدار ال 48 ساعه الحاليه اللي احنا فيهم، سواء النهارده او بكره ممكن يكون في اي تطورات ايجابيه في حاله علي، لكن اعتقد هيبقى صعب جدا ان هو يلحق مواجهه بالميرس البرازيلي بعد بكره، لان طبعا المسافه ما بين المباراه بتاعت امبارح ومباراه يوم الخميس مسافه قليله جدا، فبالتالي مش هيكون في فرصه للحاق علي معلول. بنسبه كبيره هتكون صعب شويه ان هو يلعب مباراه بالميرس، فهنشوف ان شاء الله الامور هتبقى ماشيه ازاي.